وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها لا بمسجد فيهما. وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها، يعني أنه يكره التنفل بالمصلى الذي تصلى فيه صلاة العيد قبل صلاة العيد وبعدها، لا بمسجد، معناها لا يكره التنفل بمسجد إذا صليت فيه صلاة العيد لا بعدها ولا قبلها. التنفل في المسجد بعدها وقبلها لا يكره إذا صليت فيه صلاة العيد، أو إذا كان قريبا من المصلى تنفلت فيه قبل صلاة العيد وبعدها فلا حرج في ذلك. والمذاهب كما قلنا في هذا، بعض العلماء قال يجوز التنفل مطلقا قبل العيد، وبعضهم قال يمنع التنفل مطلقا قبل العيد وبعده، وبعضهم قال بهذا التفصيل الذي هو مشهور مذهب مالك. لا بمسجد فيهما. لا بمسجد فيهما، نعم. ضمير فيهما يعود على 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 القبلية والبعدية. فصل. سنة. وإن لعمودي ومسافر لم يجد سيره لكسوف الشمس ركعتان سرا. فصل. سنة. فصل. سنة. وإن لعمودي نعم. فصل. سنة. وإن لعمودي ومسافر ركعتان. لم يجد سيره. مسافر لم يجد سيره ركعتان. لكسوف الشمس ركعتان. فصل. سنة. وإن لعمودي ومسافر لم يجد سيره بكسوف الشمس ركعتان. ركعتان سرا. ركعتان هي نائب فاعل سنة. سنة ركعتان بسبب كسوف الشمس. وتسنان للحاضر بل ولو للعمودي. تسنان للحضري بل ولو للعمودي. العمودي معناها صاحب العمود، وهم أهل البدو الرحل الذين يبنون أخبئتهم على الأعمدة. وإن لعمودي ومسافر، وكذلك تسنان للمسافر الذي لم يجد سيره. سافر الذي يجد ساعة في السفر والسير لم يجد سيره، لم يشتد به السير بسبب كسوف الشمس ركعتان سرا، أي يقرأ فيهما سرا. وهنا سيتحدث عن الكسوف وعن الخسوف أيضا، ويقال كسفت الشمس وكسفت، ويقال خسفت الشمس وخسفت، ويقال كذلك كسف القمر وكسف وخسف وخسف. وبعضهم قال الكسوف للشمس والخسوف للقمر. والأصل في ذلك عموم فالقمر، القمر والشمس كل منهما آية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القمر والشمس آيتان من آيات الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. ولذلك يتناولهما عموم قول الله تبارك وتعالى، وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، كما في سورة البقرة. ويتناولهما قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهذه الآية أيضا في هذه كل الدعاء والذكر وهما مطلوبان في الخسوف والكسوف، وكذلك يتناولهما قول الله تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، ما في سورة القمر. وقول الله تبارك وتعالى في بداية سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، لأن الزلزلة من الآيات التي في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند البيهقي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزلزلة 6 ركعات في 4 سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زلزلة 6 ركعات في 4 سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات. حديث أخرجه البيهقي ونحوه عند الشافعي من حديث علي رضي الله عنه بحذف آخره. وكذلك يتناولهما قول الله تبارك وتعالى: جعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم على آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. ولأن الكسوف والخسوف إنما هو بسبب اعتراض الأرض حيلولتها أن تعترض فتحول بين الشمس، خسوف القمر يكون بسبب اعتراض الأرض فتحول بينه وبين الشمس فلا يجد ضاءها، هو خسوف القمر. وكسوف الشمس كذلك أن يحول أن يحجزها كوكب من الكواكب. وأما الأحاديث فمنها حديث المغيرة من شعبة رضي الله عنه عند الشيخين قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته، فإذا رأيتموهما
فادعوا وصلوا حتى ينكشف، وفي رواية للبخاري حتى تنجلي، وفي حديث أبي بكر عند البخاري فصلوا وادعوا، وفي حديث أسماء عند مسلم أنه أمر بالصدقة والصلاة والدعاء. وحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوف فقرأ فجهر بالقراءة فجهر بقراءته، وصلى 6 ركعات في 4 سجدات. وفي رواية فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. وفي حديث ابن عباس عند الشيخين قال كسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم قام قياما طويلا وهو دون الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الأول، ثم رفع ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون الأول، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع وسجد فانجلت الشمس فخطب الناس. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخسوف كسوف 8 ركعات في 4 سجدات. وفي حديث علي رضي الله عنه عند مسلم كذلك أنه صلى 8 ركعات في 4 سجدات. وفي حديث جابر عند مسلم أنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات. وفي حديث أبي عند أبي داود أنه صلى 5 ركعات ثم سجد ثم فعل في الثانية مثل ذلك. وغيرها من الأحاديث. نعم. سن وإن لعمودي ومسافر لم يجد سيره لكسوف الشمس ركعتان سرا. ركعتان سرا. أما بالنسبة لركعتان فهذا هو مذهب مالك الشافعي وأحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء، قالوا يصلي ركعتين في يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان ويسجد 4 سجدات ويطيل القراءة ويطيل الركوع ويقرأ في القيام بعد الركوع الأول. يعني 4 سجدات في الركعتين معا. 4 سجدات في الركعتين معا، معناها في كل ركعة ركوعان وسجدتان بزيادة قيامين وركوعين
بزيادة قيامين وركوعين. نعم بزيادة قيامين وركوعين، لأنه هكذا هو سيكبر تكبيرة الإحرام، فيقوم قياما طويلا ثم يركع ثم يقوم مرة أخرى قياما طويلا ثم يركع ركوعا طويلا ثم يقوم فيسجد. أقوم أقول سمع الله لمن حمده ويسجد. يعني هو يكبر تكبيرة الإحرام بعدين يقرأ الفاتحة بعدين سورة طويلة أيوة ثم يركع ركوع طويل ركوعا طويلا ثم يرفع من الركوع ثم يقرأ الفاتحة مرة ثانية. نعم مرة ثانية وسورة أخرى. نعم ثم يركع ثم يرفع ثم يهوي إلى السجود. تمام. ويفعل في الركعتين هكذا. هو كذلك. نعم. هو كذلك. بزيادة قيامين وركوعين. بزيادة قيامين وركوعين على الصلاة العادية، على النفل العادي. زيادة قيامين وركوعين في كل ركعتين على النفل العادي. شيخنا هذه باتفاق الهيئة هذه. الهيئة هذه قلنا هذا هو مذهب جمهور العلماء. وأما مذهب أبي حنيفة والثوري وجماعة من العلماء أنه يصلي ركعتين كسائر النوافل كسائر النوافل، يعني وكصلاة الصبح. واستدل الجمهور بحديث ابن عباس عند الشيخين وبحديث عائشة عند الشيخين كذلك، واستدل أبو حنيفة بحديث النعمان بن بشير عند أبي داود والنسائي وهو حديث صحيح، وقال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ركعتان كسائر النوافل. واستدل بحديث أيضا قبيصة الهلال عند أبي داود، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتموهما فصلوا كأحدث صلاة صليتموها. المذهب الثالث أنه يصلي أنها تصلى 10 ركعات في 4 سجدات، 10 ركعات في 4 سجدات، وهذا استدل فيه بحديث أبي بن كعب عند أبي داود الذي رأينا. يعني بزيادة أربع ركعات، أربع قيامات، وأربع ركوعات. والمذهب الرابع أنه يصلي 6 ركعات في 4 سجدات بزيادة، إذن بزيادة 3، نعم 3 قيامات و3 ركوعات. و المذهب الرابع أنه يظل يركع ويقوم ويركع ويقوم بدون عدد محدد، يركع ويقوم إلى أن تجلي الشمس، يسجد ويتمها على هيئة النوافل، يسجد ويتم يأتي بركعة أخرى على هيئة النوافل العادية، يظل يركع يسجد يركع يقرأ ويركع ثم يقوم أيوة إلى أن تنجلي الشمس فيسجد ويركع ويسلم. والمذهب المذهب السادس أنه مخير بين هذه الهيئات كلها، ما شاء منها يفعله. وهذا المذهب هو الذي مال إليه النووي واختاره بعض العلماء، وهو الأرشح، لأنه فيه الجمع بين الأحاديث، فالأحاديث كلها صحيحة، كل الأحاديث في صفة الكتب صحيحة، فنحتاج إلى الجمع بينها.
والجمع أولى من الترجيح، إن الترجيح يؤدي إلى إسقاط بعضها، فالجمع بينها يجمع بينها على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعددت منه صلاة الكسوف وفعلها على هيئات مختلفة ليبين الجواز، فتكون هذه الهيئات كلها جائزة، هذا هو أرجح المذاهب. وأما السرية فعند مالك أنها يسر بها ومعه جماعة من العلماء، وعند أحمد وجماعة من العلماء أنها يجهر بها. وأما أحمد فاستدل بحديث عائشة عند مسلم الذي رأينا، وأما مالك فاستدل بحديث سمرة عند الخمسة وصححه الترمذي، قال إنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمع قراءة في الركعتين معا. ولكن هذا الحديث ورد مبسوطا وذكر فيه سمرة أنه جاء وقد امتلأ المسجد، فيحمل على أنه لم يسمعها لبعدها من رسول، لم يسمع القراءة لبعدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن أيضا حديثه، مع أن حديث مسلم مقدم على ما صححه الترمذي. فالراجح إذن هو الجهر فيها، وكذلك يوافق الأصول، فالسنن الجماعية كلها يجهر فيها، السنن الجماعية الأصل فيها أنها يجهر فيها، الأصل فيها أنها يجهر فيها. نعم. وركعتان لخسوف قمر. وأما خسوف القمر فيرى الإمام مالك ويرى المالكيون أنه يصليه منفردا ويصليه كسائر النوافل، لا تطلب فيه الجماعة عندهم ولا يصليه أيضا بهيئة صلاة كسوف الشمس، وإنما يصليه ركعتين خسوف القمر، يصلى له كصلاة سائر النوافل ركعتان إلى أن ينجلي. وهذا المذهب ذهب إليه جماعة من العلماء، ومنهم مالك والشافعي وجماعة من العلماء، واستدلوا بأن الأصل أن النوافل هكذا تصلى، ولم يثبت شيء في القمر، في صلاة القمر. وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يصلى، إلى أنه تسن له صلاة الجماعة وتكون على هيئة أيضا صلاة الكسوف. ومن ذلك أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء، يصلى كما تصلى صلاة الكسوف، كسوف الشمس، جماعة وبنفس الهيئة. واستدل بما في حديث المغيرة، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فدل هذا على أن حكمهما واحد. وفيه مذهب ثالث، وهو مذهب أبي حنيفة، قال تسن نعم لا مذهب محمد بن حسن وأبو يوسف
قال تشترط لهما الجماعة، تشترط لهما الجماعة. ومذهب أبي حنيفة هو كمذهب أحمد، أنه تسن لهم الجماعة وبهيئة الصلاة للشمس. مثلا المذاهب إذن هي كالتالي: أولا مذهب مالك والشافعي يصلي لخسوف القمر، هذا المذهب أهله يصلون لخسوف القمر ركعتين ركعتين كسائر النوافل. المذهب الثاني مذهب أحمد وأبي حنيفة، يصلون كالصلاة لخسوف الشمس أو كسوفها. والمذهب الثالث هو مذهب محمد بن الحسن بن الحسن وأبي يوسف، وقال تشترط الجماعة لصلاة كسوف القمر وتكون كهيئة صلاة كسوف الشمس. المذهب الرابع أنه يخير، أنه مخير، إن شاء صلاها منفردا وإن شاء صلاها جماعة، وهو مخير على كل. وأصح المذاهب أن صلاة القمر، أن الصلاة للقمر تسن لها الجماعة وتكون على هيئة الصلاة لكسوف الشمس، لأن ظاهر الأدلة يقضي بذلك. نعم. وركعتان ركعتان لخسوف قمر كالنوافل جهرا بلا جمع. كالنوافل جهرا بلا جمع، معناها كالنوافل كما قلنا جهرا، جهرا بخلاف، جهرا عنده بخلاف الكسوف، فإنه قال إنه يسر بالقراءة فيه جهرا، معناها يجهر بالقراءة فيهما. كأنه المالكي كأنه صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية. نعم، ذلك أيضا من ذاك أيضا من أدلتهما، من عموم أدلتهما، أن النهار يناسبه السر والليل يناسبه الجهر، ولكن السنن الأخرى تصلى في النهار، سنة الاستسقاء وسنة العيد، هذه تصلى في النهار ويجهر فيها. جهرا بلا جمع وندب بالمسجد. وندب بالمسجد، وندب أن تكون الصلاة بالمسجد، فلا يطلب في الكسوف والخسوف أن يصلي يعني في المصلى. وقراءة البقرة. وقراءة البقرة، قراءة البقرة، ندب أيضا أن يقرأ البقرة، معناها أن يقرأ سورة طويلة، وهي البقرة مثلا، أطول السور هي البقرة. ثم موالياتها في القيامات. ثم موالياتها في القيام، معناها يندب له أن يقرأ أولا في القيام الأول سورة البقرة، وفي القيام الثاني سورة آل عمران، وفي القيام الثالث سورة النساء، وفي القيام الرابع سورة آل عمران. آل عمران الثاني آل عمران ثاني آل عمران والثالث النساء. والثاني الرابع المائدة. نعم. نعم. ثم موالياتها في القيامات وهكذا، ووعظ بعدها. ويوعظ بعدها، وينبغي للإمام أن يعظ الناس بعدها، وأن ينبههم إلى الاستغفار، أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا الله ويتصدقوا. شيخنا، هذا كالنوافل هي على الخسوف والكسوف. نعم. كالنوافل على خسوف القمر، على خسوف القمر على خسوف القمر فقط. نعم. وأما الكسوف فقال لك ركعتان
في كل بزيادة قيامين نعم وركوعين. بزيادة قيامة وركوعين نعم. وندب بالمسجد. أي نعم بالمسجد اللي هو الكسوف اللي هو الكسوف كسوف. أي نعم وليس الخسوف. ليس الخسوف نعم. وقراءة البقرة. وقراءة البقرة أيضا في الكسوف. هذه يتكلم حي على الكسوف. الكسوف كل هذا الكلام عن الكسوف. نعم. ووعظ بعدها. وعظ بعدها عن الكسوف كذلك. لأنه هو الجماعة. الخسوف لا تطلب فيه جماعة عندهم. نعم. ووعظ بعدها وركع كالقراءة. وركع كالقراءة معناها ركع ركوعا طويلا كالقراءة يقدر بمقدار القراءة فإنه يركع أنه سيقرأ كالبقرة مثلا يقرأ بسورة البقرة يركع ركوعا طويلا على قدر سورة البقرة. نعم. وركع كالقراءة وسجد كالركوع. وسجد كالركوع يسجد سجودا طويلا كالركوع. نعم. ووقتها كالعيد. وقتها كالعيد أي وقتها من حل النفل إلى الزوال كوقت العيد من حل النفل إلى الزوال. وإذا كسرت بعد الزوال لا 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 يطلبون لا 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 يطلبون حينئذ لا تطلب الصلاة لها حينئذ. هذا بالنسبة عند المصنف عند المصنف المالكية. نعم. والمذاهب الأخرى هو قال ووقتها كالعيد قيد. وأما في بعض المذاهب الأخرى فلم يقيدوها بهذا لأن الحديث وردت مطلقة قضت خالية من القيد. فالأصل في النوافل أنها لا تباح قبل حل النفل لما ورد من النهي عن النوافل بعد الصبح حتى تطلع حتى ترتفع الشمس قيد رمحه. هو مثل النوافل بل من الكسوف إذا لم تطلع الشمس لا كسوف. هي قد هي قد يكون الكسوف غير تام. لا الحين قبل طلوع الشمس لا نستطيع أن نعرف هل في كسوف أم لا. صحيح. لكن المهم أن هذا الوقت من النهي عنه ثابت بعض لحديث ابن عباس رضي الله عنه الشيخين النهي عن الصلاة بعد الصبح ترتفع الشمس قيد رمحها والنهي عن الصلاة عندما تعتدل الشمس في كبد السماء حتى تزول والنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب. إذن هذه أوقات هي عن الصلاة فيها. فهو استصحب هذا النهي وقاسها أيضا على الصلوات الأخرى اللي هي صلاة الاستسقاء وصلاة العيد. فهذا وقتهما بالنسبة لصلاة الاستسقاء وصلاة العيد وقتهما من حل الزوال إلى 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 زوال الشمس. من حل النفل معناها من حل النفل إلى زوال الشمس. ولكن الأحاديث وردت مطلقة من القيد معناها تصلى في كل وقت. نعم. لأن الكسوف التي رأيتها لحد الآن أنا كل بعد الزوال. نعم. ولا إذا وقعت بعد الزوال وصلى لها بعد الزوال على الصحيح. ووقتها كالعيد وتدرك الركعة بالركوع. ووقتها كالعيد وتدرك الركعة بالركوع. الركعة في صلاة الكسوف تدرك بالركوع الأخير. الركوع الأخير. فلو جاء فرد معين فاته الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني من ركعتين أولى أو ركعتين ثانية فإنه أدرك تلك الركعة وأدرك الصلاة كلها.
أدرك الصلاة نعم يكمل يعني. يكمل نعم. نعم وتدرك الركعة بالركوع يعني الثاني الركوع الثاني ولا تكرر ولا تكرر صلاة الكسوف معناها إذا لم تنزلي الشمس لا يكررها وإنما يصليها مرة واحدة وهذا خلاف ما ذهبت إليه طائفة من العلماء أنه يظل يصلي حتى تنجلي الشمس يعني لو سلم ولم تنجلي يعيد مرة ثانية نعم يصلي مرة أخرى ولا تكرر وإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان نعم وإن انجلت في أثنائها في إتمامها كالنوافل قولان انجلت في أثنائها في إتمامها كالنوافل قولان قول على أنه يتمها كالنوافل معناها يأتي بركعة أخرى كركعات النوافل وقول على أنه يتمها كما هي أنا يتمها على هيئتها هي خاصة يأتي بركوعين في الركعة الثانية شيخنا في جزء يعني الحين أحيانا يكون الكسوف بسيط جدا يعني وهل الشمس في هذه الحالة هي منجلية يعني واضحة هل نطلب من الكسوف لابد أن يكون الكسوف حلقي يعني أن الشمس مغطى إذا ثبت أن إلا إذا وجد كسوف فالصلاة تشرع حينئذ سواء كان قليلا أو كثيرا إذا وجد كسوف فالصلاة تشرع لأن القضية تتعلق بأن الكسوف عبارة عن آية من آيات الله ينبه بها عباده لكي يلجأوا إليه ويستغفروا ويتصدقوا ويصلوا وهذا حاصل بالكسوف قل أو كثر حتى وإن لم يلاحظ يعني حتى وإن كان قليلا يعني المهم أن يكون كسوفا فإذا كان كسوفا فصلينا عنه بأن في كسوف كذا فالصلاة مشروعة مشروعة نعم لأن أحيانا يقولوا في كسوف لكن يكون كسوف قليل والشمس هي منجلية أصلا ما صحيح لا يلاحظه كل أحد نعم لكن بمجرد إثبات الكسوف تشرع الصلاة يعني الحين هي الصلاة والدعاء وكذا هي لأجل الكسوف وليس لأجل انجلاء الشمس وليس لأجل انجلاء الشمس لكن بما نعرف أن الكسوف ارتفع بانجلاء الشمس لكن شيخنا في الكسوف البسيط هي أصلا منجلية لكن ينجلي عنها ما بها ينجلي عنها ما بها عندما ينجلي عنها الكسوف الكلية سينجلي عنها ما بها على كل هناك شيء تلبست به إذا انجلى عنها فقد انجلى الكسوف نعم نعم وإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان نعم وقدم فرض خيف فواته وقدم فرض خيف فواته إذا تزاحمت الصلوات سيرتبها لك نعم. إذا مثلا وقع الكسوف واحتاج الناس للاستسقاء تزاحمت الصلوات نعم. فيقدم أولا الفرض خيف فواته نعم. فرض خيف فواته يقدم فرض قدم فرض خيف فواته أيوة. نعم. ثم كسوف ثم يليه الكسوف نعم. ثم عيد ثم عيد ما يأتي العيد وأخر الاستسقاء ليوم آخر وأخر الاستسقاء ليوم آخر نعم شيخنا هنا في الحين يقول يعني هل يمكن أن يقع الكسوف يوم العيد هل يمكن أن يقع الكسوف يوم العيد نعم على هذا يمكن أن يقع يوم العيد ما المانع من ذلك هو أن لك يكون القمر صغير ويكون يعني الله تعالى أعلم من الناحية الفلكية الله تعالى أعلم لا أعرف لكن المهم هذا افتراض لأن نحن نقول الحين تكسف إذا حال القمر بينها وبين الأرض يعني إذا حال القمر
بينها وبين الأرض، بين الشمس والأرض، ولا يأتي النور إلى إلى الأرض. هو القمر هو الذي يكون يعني ذاك صغير في عيننا نحن، لكن هو على حجمه الكوكب بحاله يظهر لنا نحن منه، الذي تضيء الشمس منه قليل، لكن هو على هيئته وما زال على هيئته، هو كوكب بهيئته لا يتغير، لكن المضاء منه في هذه الفترة بالنسبة لنا نحن الشيء القليل فقط. إيه نعم، لكن شيخنا هو الحين لابد أن يكون قريب في استقامة واحدة على خط واحد، يعني الشمس والأرض والقمر يكونون على خط واحد حتى يقع هذا الستر، تكون على خط واحد على كل في بداية الشهر. على كل من الناحية الفلكية أنا لا أعرف ما هي إمكانيات وقوع القمر والشمس والأرض على سمت واحد، أو على 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 مثلا سمت واحد أو على خط واحد. لكن هذا افتراض، لكن هذا افتراض. نعم، هو شيخنا أنتم ذكرتم في بداية صح، قلت أن يحجب الشمس كوكب في هذا العموم يمكن. إيه، أنا لكن لا من بابي، أنا إنما قلته من بابي التحفظ، لأني لا أعرف المسألة، لا علم لي بها، ما بالتحفظ. القمر كوكب، إذا كان القمر هو ليس كوكب ثاني يعني هذه. المهم أنه هي حجزت، المهم أنها هي حجزت، لكن التحقيق في ذلك أنا لا علم لي به بالنسبة للقضية الفلكية، إلا أن الفقهاء ماذا قالوا؟ افترضوا فقط افتراض، قالوا إذا تزاحمت الصلوات بأن وقع الكسوف يوم العيد فهكذا نفعل، نقدموا الفرض الذي يخيف فواته ثم الكسوف ثم العيد ثم نؤخر الاستسقاء يوم آخر. أخر الاستسقاء ليوم آخر. فصل سنة الاستسقاء. نعم، الافتراضات الفقهية أحيانا بعضها يكون نظريا، بعضها يكون نظريا، يعني أنه لا توجد له صورة في الواقع. أحيانا يفترضون بعض الافتراضات التي لا توجد لها صورة في الواقع. نعم، قد توجد في عصر من العصور، لا توجد لها صورة في الواقع، مثلا الواقع الحالي. نعم. فصل سنة الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره، وإن بسفينة ركعتان جهرا. الآن انتقل إلى صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة هود: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقوله تبارك وتعالى في نفس السورة: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقوله تبارك وتعالى في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وقوله تبارك وتعالى في سورة النور: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يوله بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقوله تبارك وتعالى في سورة الشورى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وكذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الروم: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك وتعالى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقوله تبارك وتعالى في سورة النازعات: سورة عبس: إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والأصل في الاستسقاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم
حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي وهو حديث صحيح. قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. وحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود بإسناد جيد. قالت: شكى الناس الجدب قحوطا، شكى الناس قحوط المطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بمنبر فوضع في المصلى، ووعد الناس يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: يا أيها الناس، إنكم شكوتم قحط دياركم جدب دياركم، وإن الله أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه يدعو فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول ظهره إلى الناس يدعو، وحول رداءه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. وقصة تحويل الرداء في حديث عبد الله بن زيد عند الشيخين. قال في هذا الحديث اللي هو عبد الله بن زيد: فتوجه يدعو ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراء. وفي حديث أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم قال: حول رداءه ليتحول القحط. والحديث أخرجه الدارقطني. ومن هذه الأحاديث حديث أنس عند الشيخين. قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ذكر الحديث وفيه أنهم
مطروا سبتا، ثم جاء ذلك الرجل أو رجل آخر ودخل من نفس الباب الذي دخل منه الرجل الأول، إن لم يكن هو ذاته، وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله يكشف عنا المطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية، فانجابت على المدينة كما ينجاب الثوب. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري، قال عمر: إنا كنا استسقى عمر فقال: إنا كنا نستسقي بنبينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا العباس. فيسقون، فيستسقي به فيسقون. وحديث أنس كذلك عند مسلم، قال: أصابنا مطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسر عن ساقه فأصابه من المطر، فقال: إنه حديث عهد بربي. وحديث عائشة عند الشيخين، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مطرا قال: اللهم صيبا نافعا. وحديث سعد في صحيح أبي عوانة، قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم جللنا، اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جللنا، معناها عمنا، اللهم جللنا سحابا كثيفا، يعني قويا غزيرا، قصيفا معناها يقصف بالماء، دلوقا كثير الانهمار، ضحوكا فيه قصيفا فيه الرعد، قصيفا قصيفا يعني في كثيفا معناها غزيرا، قصيفا معناها ذو رعد، ودلوقا معناها منهمرا، وضحوكا معناها ذو برق، تمطرنا منه رذاذا، الرذاذ المطر الخفيف، وكذلك القطقط، والسجل هو الغزير يا ذا الجلال والإكرام. وكذلك حديث أبي هريرة عند أحمد وهو حديث صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج سليمان يستسقي فرأى نملة مسترقية رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رحمتك،
فقال أرجعوا فقد سقيتم بدعاء غيركم. وفي حديث أنس عند مسلم قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار بظهر كفيه إلى السماء، غيرها من الأحاديث. قال فصل سنة للاستسقاء لزرع أو شرب. نعم، فصل سنة الاستسقاء لزرع أو شرب. يسن الاستسقاء، والاستسقاء اختلف يكون بالدعاء فقط أم يكون بالدعاء والصلاة. فذهب أبو حنيفة إلى أن الاستسقاء لا صلاة فيه، وإنما هو دعاء محض. فالإمام يدعو والناس تؤمن له، واحتج بحديث أنس السابق عند الشيخ. وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة وداود الظاهري وإسحاق وجماهير العلماء إلى أن الاستسقاء فيه صلاة، واحتجوا بالأحاديث السابقة التي ذكرنا. سنة الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر. لزرع أو شرب بنهر كذلك يسن الاستسقاء. ما هي الأشياء التي يسن لها؟ الاستسقاء يسن إذا احتاج الناس له، احتاج الناس له في الشراب لم يجدوا ماء يشربونه، أو احتاجوا له في إنبات الكلي، كان الحيوان محتاج إلى كلي، أو احتاجوا له في جريان نهري، أو احتاجوا له في فيضان نهر آخر للزراعة لا يفيض إلا بالأمطار. إذن يحتاج له في أي شيء فإنه تسن لهم صلاة الاستسقاء. سنة الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره. أو غيره، يعني بنهر أو غيره، معناها أو غيره من 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 من, من أغراض الماء. نعم. وإن بسفينة ركعتان جهرا. وإن بسفينة، وإن كانوا بسفينة على بحر مالح لا يصلح لأن يحل لأن يسد حاجته لأنه مالح. وإن بسفينة ركعتان جهرا. ركعتان جهرا، ركعتان سنة، ركعتان جهرا سنة للاستسقاء بسبب الاستسقاء ركعتان جهرا، طلب السقيا، الاستسقاء الذي هو طلب السقيا تسن له ركعتان جهرا يجهر فيهما.